النهارده اليوم مشي ازاي؟ شوف انا اقول لحضرتك، طبعا اليوم النهارده مشي انتخابات. انت تحس ان الانتخابات التكميليه دي الحقيقه، يعني يمكن الانتخابات دي في 2015 ما كانتش بهذه الكثافه. ولكن يعني بص، المعروف ليا انا كعلاء نائب عن دايره الصف وابن الجيزه ان الحاج محمد ابو العينين محبوب في دايرته، بس اللي انا شفته امبارح بقى والنهارده ده بقى اللي غريب. محبوب جدا جدا جدا، الناس بتحبه، هو راجل جدع ابن بلد. الراجل لما بعد التسع سنين دي ما بعدش عنهم غير سياسيا فقط، انما اجتماعيا متواصل معاهم. الناس بتطلع ستات كبيره ورجاله بيدعوا له وبيقولوا احنا محمد ابو العينين هيكمل معانا. واللي انا شايفه، يعني انا مش عايز اتكلم بس على النتيجه، بس اللي انا شايفه لا عن مستنين اللجنه ان شاء الله. قول يا فندم، لكن انتوا كمؤشرات وانتوا كغرفه عمليات بترصدوا كل اللجان. لا احنا الرد بتاعنا طبعا يعني صالح مرشح الحزب سياده النائب محمد ابو العينين نائب رئيس الحزب، ان هو يعني ان شاء الله يعني هينجح ونجاح مشرف، يعني مش هيبقى نجاح عادي يعني. وده حقه على فكره، لان هي دي بيضاء على دايره اسم الجيزه، الناس بتحبه، الناس بتلجا له. غير كده كمان يا استاذ احمد، يعني انا لما دخلت البرلمان 2015، ويمكن انا بقعد في المكان اللي كان بيقعد فيه محمد بيه ابو العينين لمده 15 سنه داخل القاعه. وهو لما ترأس اللجنه الاقتصاديه ولجنه الصناعه والطاقه، انا رجعت كده في المضبطه قوانين، وشارك في 485 قانون مهم. واصدر بنفسه 10 قوانين مهمه. طب انت عارف ان القانون تجريم وزاره الاعضاء البشريه هو اللي مطلعه؟ قانون حمايه المصريين في الخارج اللي هم الجاليات المصريه في الخارج هو اللي مطلعه؟ قانون حمايه وتامين على راكبي السفن في البحار هو اللي مطلعه؟ وقانون ايضا حمايه اللي هو نقل الدم والتلويث هو اللي اصدر هذا القانون. بالاضافه ان النهارده احنا راجل يعني طبقا طبعا احنا كحزب لما جينا قلنا ليه محمد ابو العينين؟ قلنا لثوابت. اولا هو رجل نجح في الصناعه، وبالتالي احنا عايزين راجل لما يجي يشرع ويراقب يضع السياسه العامه للدوله، والسياسه العامه للدوله منها السياسه الاقتصاديه. يعني ايه السياسه الاقتصاديه؟ يعني انا لما اجيب رئيس لجنه اقتصاديه، رئيس لجنه مشروعات صغيره، رئيس لجنه صناعه، لازم يبقى ناجح قبل كده، او مارس دور مهم في المجتمع عشان يقدر ينجح اللجنه مهمه، عشان يقدر يسر الحياه التشريعيه والرقابيه. ده الهدف بتاعنا. نمره اثنين لما سالنا عليه، حقيقه عملنا استطلاع راي لمده اسبوع سريعا كده في الدايره. احنا المفروض استطلاعات الراي بتقعد من اسبوع ل 15 يوم، بس احنا اكتفينا بخمس ايام لان النتيجه المؤشرات كانت واضحه. كل ما نسال حد تعرف مين الحاج محمد ابو العينين؟ طب هتنتخب مين لو في انتخابات؟ ونجيب له اسماء ونفترض عليهم اسماء، كله قال محمد ابو العينين. وبالتالي كان يعني الحقيقه بالاجماع في حزب مستقبل الوطن ان يكون محمد ابو العينين هو مرشحنا. ولذلك الحقيقه احنا عاملين له فريق عمل، غرفه عمليات مشكله معايا. طبعا مين غرفه العمليات؟ قول لي يا فندم. هي طبعا برئاسه السيد المهندس اشرف رشاد. نعم. رئيس الحزب شخصيا. وانا طبعا موجود في الغرفه، ومهندس اشرف رشاد كان موجود معانا امبارح وهيجي النهارده، يشرفنا النهارده برضه. والمستشار عصام هلال امين التنظيم، واللواء يحيى العسوي الامين العام المساعد، وطبعا استاذ عادل ناصر امين التنظيم. نعم. عادل بن ناصر اخونا الكبير والسياسي المحاضرم امين الجيزه، امين محافظه الجيزه، اللي الحقيقه يعني جاء امين الجيزه من اربع شهور وغير الجيزه تغيير كبير جدا. خلي بالك غرفه العمليات فيها والنائب ابو وهاب خليل، سبع ثمان نواب. نعم. وهاب خليل طبعا طبعا اكثر من سبع ثمان نواب موجودين، يعني نافع بهيكل معانا، امين مساعد جيزه موجود معانا. سلم لي عليهم كلهم. الله يسلم، الله يسلم، سلم عليهم. الدكتور محمد علي كمان امين الشؤون البرلمانيه موجود معانا. بالاضافه ل 40 شخص بيعملوا على مدار اليوم داخل غرفه العمليات. احنا حزب مؤسسي بيشتغل بجد. انا شايف غرفه عمليات جامده جدا، حاجه يعني اكنكم يعني ما شاء الله يعني. لا والحقيقه يعني غرفه العمليات دي الناس بتعمل ايه؟ يعني شايف اجهزه الكمبيوتر، وشايف بتعملوا ايه يعني، وحضرتك بتتابع بتعملوا ايه؟ ايه الرصد ده؟ اولا احنا بنتابع رصد اللجان بتاعتنا، عدد الاشخاص اللي ترددوا على اللجان، المجرى الطبيعي للامور. طبعا احنا بنوقف الدعايه تماما احتراما للصمت الانتخابي، ولكن بنرصد من خلال مندوبيننا الاعداد اللي ترددت على اللجان، بنرصد ايه المشاكل اللي موجوده. طبعا
في مشاكل واجهتنا كبير. خلينا جداً. حاجتين مهمين حضرتك اتكلمت عليهم، رصدتوا قد ايه الاعداد من امبارح للنهارده؟ قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا اللي وصل الصناديق لغايه دلوقتي في حدود ال 40,000. واعتقد ان الساعه القادمه ممكن يتجاوز كده. كويس. يعني ده تقريبا ال 40,000. في حدود ال 40,000. ال 40,000 دول. طيب. اللي وصلوا الصناديق. ايه المشاكل اللي انتوا رصدتوها؟ المشاكل. والله بص المشاكل هي دعايه مضاده، يعني في الحقيقه ما كناش نحب نود ان احنا نتعرض ليها او ان احنا نخوض فيها الحقيقة.